للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مدحت الصالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذة هبة، وبأهل مزبيرو جميعا، وإن شاء الله ربنا يختم مؤتمرنا COP27 على خير بإذن الله، بكرة على خير إن شاء الله، وتعود الوفود سلمى غنمة، وتحقق مصر أهدافها من هذا المؤتمر. نجاح مصري في هذه القمة دكتور مدحت، الحلول المناخية والتنمية المستدامة من أجل أجيال قادمة تعيش بشكل أفضل، كيف ترى هذا الملف؟ نجاح مصري أستاذة هبة، نجاح مصري ما لست كمواطن مصري أو أكاديمي مصري أو إنسان لا لا لا، نجاح مصري أشاد به العالم. وأسعدني وصول لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي المنتخب حديثا، صاحب الباع الطويل في المجال المناخي والتنمية المستدامة وما إلى ذلك، أن ينطلق بطائرته في أول رحلة له خارج البرازيل ويصل إلى COP27. أسعدني هذا، كان ختاما جيد، مثلما كانت الختامات بداية الرؤساء والقادة جيدة ممتازة إلى أقصى الحدود، هذه أيضا ختامة لي، ومرحبا به في مصرنا الحبيبة لولا دا سيلفا الاشتراكي، صاحب الباع الغير عادي في المناخ في أول رحلة بعد تجديد انتخابه إلى مصرنا الحبيبة. النجاح عالميا، نعم، ما في يعني كأكاديمي من ضمن شغلي أستاذة إن أنا لازم أتابع الأحداث العالمية، دنيا ودين وما إلى ذلك. ما في قناة فضائية محترمة أو محطة أو جريدة رسمية في كبرى الدول إلا يعني أصحاب الأغراض الخاصة إلا وتحدثت عن COP27، تحدث قد لا نستطيع نحن المصريون أبناء هذا الوطن أن نتحدث عنه، وحسنا فعلت. واليوم وزير الخارجية المصري وهو الرئيس للمؤتمر الحالي يشدد في كلمته على الأعضاء وعلى الحاضرين أن ينهى غدا الجمعة مؤتمرنا بإذن الله، وقد صاغ المؤتمرون جميعا ما يفيد البشرية. الأمر أصبح جد خطير يا أستاذة هبة. نعم. الكوارث تضرب الغابات، الأمازون تعهد لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي المحترم بأن لا تكون هنالك حرائق أخرى في الأمازون التي هي رئة العالم، ولا يتم تقطيع الأشجار، وتعهد الحاضرون من قبل قادة الدول بدفع قيمة الأضرار والبحوث، ولكنها يجب أن تصاغ في الوثيقة الختامية للمؤتمر كي تطمئن قلوبنا. أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن فإن قلبي. الأحاديث جميلة ووردية وجادة وحدة، ولكننا نريد في الوثيقة الختامية غدا أن يحدد كل منا من قادة العالم. نعم، وضعت النقاط على الأحرف ويبقى التنفيذ. برأيك آليات، نعم، هذا التنفيذ للوصول إلى أهداف COP27 بشكل فعل على الأرض؟ التمويل أستاذ هبة هو أحد أهم هذه الآليات، نحن نحتاج إلى هذا التمويل كي نستطيع بالفعل تحقيق هذه الأمور. وضعت الرؤية، هنالك رؤية جادة حادة، فيجن ميجن، ما يمكن ما نقوله أن نقوله في هذه المجالات، لا 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 خلاف ولا رأس عليها على هذه الاتفاقات، لكن أعظم الآليات وأصعبها في هذا الأمر هي ما يتعلق بالتمويل. 100 مليار منذ سنوات لم نرى منها إلا قرابة 80 أو الملايين، مش مليارات. والجميع يؤكد، وفي اسكتلندا في COP27 في غلاسكو أفادوا بأننا مصممون على هذا ومضولون إلى هذا، واستغرقت الأحاديث عاما كاملا إلى أن وصلنا هنا في COP27 شرم الشيخ مدينة السلام المصرية. ولكن الأمر هنا مختلف، فلأول مرة توضع على الأجندة المؤتمر، الأجندة الفعلية للمؤتمر، تكلفة الأضرار والخسائر، نعم، التي لحقت بالدول النامية نتيجة قيام الدول المتقدمة بهذه الصناعات والمصدر ضغطا غير عادي للإنتاج الكثيف الذي تسبب في هذه الأمور،
وحضرتك ومستمعنا ومشاهدنا الكريم يذكر ما حدث في باكستان في الشهر السابق وما حدث في ألمانيا في الصيف. فيضانات في باكستان أغرقت ثلث البلاد، 30 مليار خسائر. ألمانيا الفيضانات في الصيف. الهند الحرائق. الدين لا، التمويل سيكون هو العصب المحرك لإحداث هذه الآليات. أما على مستوى التنسيق والتخطيط والتنظيم وما إلى ذلك للقادم فهو جيد. ومصر مثلت إفريقيا، لم تمثل فقط مصرنا الحبيبة فقط، بل مثلت إفريقيا وأضاف العالم النامي من شرق آسيا ومن هنا ومن لاتين أمريكا، البرازيل والأرجنتين أوروغواي باراغواي، كل الدول التي الساعية للنمو والأقل نموا، لأن المصطلحات السياسية فيما يتعلق بالدول النامية والساعية للنمو والأقل نمو متعددة في هذا المجال. نعم. أصداء هذه القمة على الأراضي المصرية التي تنطلق من مدينة شرم الشيخ وتستمر حتى يوم غد وصلت بالفعل إلى كل دول العالم، واتجهت الأنظار إلى مصر كمنصة فاعلة تبحث عن حلول للعالم أجمع بدوله الأكثر تضررا والأكثر تقدما في آن واحد، سواء من هو المسؤول ومن يتحمل الأضرار ومن هو الذي سيدفع هذه الفاتورة إذا جاز التعبير. لكن فكرة المرونة في التكيف والصمود في التكيف واستدامة التمويل، هذه هي القضية الشائكة التي نتحدث عنها جميعا ونرغب في الخروج من القمة بوصول إلى حلول ناجزة فيها. أستاذة هنا أنا أؤيد كلمات حضرتك في هذا الأمر، وهي تكاد تكون تأطير للموقف أو فريمينج لهذا الموقف، وأزيد عليها المشاركة والتعاون الذي ألمحه جدا. فأنا لا ألقي بلوم على أحد إطلاقا، بل أجد الجميع يبذلون ما في وسعهم. لكن حينما يغادر القادر القادة القاعات ومعائدون بطائراتهم وسفنهم إلى بلادهم في رعاية الله وحفظه وأمنه، تبدأ المفاوضات الخاصة بالخبراء. والشيطان يكمن دائما في التفاصيل يا أستاذة هنا، خاصة أن الأمر يتعلق بتكاليف حقيقية. كل هذا التعاون والكوبريشن والكوبريتيف الموجود في المؤتمر والمشاركات ويا شيء يعني يكاد يكون متكامل مثل ما ينطقونها بالإنجليزية انتجريتد، لكن التمويل يظل هذا العصا الذي سينفذ كل هذا. الأصداء عالمية، تتحدث الأمم والشعوب وما إلى ذلك، خاصة إن هذه الكوارث البيئية الجديدة التي لحقت بالعالم لم يكن المواطنون العاديون أمثالنا في بلادنا ولا في ألمانيا ولا في الهند ولا لاتين أمريكا ولا كندا. كندا نفسها تضررت من هذه الأمور، روسيا، الهند، الصين. لا، أمر جاد حاد. نعم. العالم يلتفت، الأضرار بنسب بالطبع. نعم نعم نعم، الأضرار بنسب. لكن من المتسبب عن هذه الأضرار أستاذ هيفا؟ المتسبب هو الدول الكبرى العظمى، الدول الصناعية التي أشبعت العالم إنتاجا وطاقة واحتباس حراري، وتسببت فيه تسبب جاد يصعب إغفاله. والآن يتحدثون عن المشاركة. المشاركة يجب أن تكون وفقا للوزن النسبي لكل من تسبب في هذا. لا، دولة مثل مصرنا الحبيبة، قارة إفريقية جميعها، تسببها في مثل هذه الأمور يكاد يكون درجة أو درجتين ثلاثة من الأرقام الفردية الأحادية. دول عظمى تسببت في كوارث غير عادية. مصرنا الحبيبة تكاد تكون بوينت منها من 1% من ما يحدث
لا، تلت من 1% مما حدث في نعم، العالم. لا، لكن هل ممكن بالموارد الطبيعية والثروات التي تزخر بها القارة الإفريقية، هل من الممكن أن يتم توظيفها واستغلالها بالشكل الأمثل، ومن ثم تعمل بشكل أو بآخر في التقليل من حدة هذه الآثار التي تطالها من التغيرات المناخية؟ من الممكن ومن الجائز ومن الجدير بالتنفيذ. كنا دائما مصر والدول الإفريقية والدول النامية والسعية للنمو ترسل دائما، يأخذون منها كل شيء بدون ما يمكننا أن نطلق عليه بدون قيمة مضافة، البترول، الغاز، الأسماك، كل شيء، المعادن، الألومنيوم، الآن فطنت الدول لمصالحها بعد انهاء الحقبة الاستعمارية وما إلى ذلك، وأشباه الاستعمار في بعض أمم أخرى أو في بعض طرق أخرى. الآن مشاركة، بلجيكا ومصر يتشاركون في الهيدروجين الأخضر، مصر والنرويج، مصر والإمارات العربية الشقيقة التي أثني على دور الأمة العربية في إنجاح كوب 27. لقد جاء ملك ولي عهد المملكة السعودية ليعقد في مصرنا الحبيبة في شرم الشيخ مدينة السلام المصرية مؤتمر منتدى السعودية الخضراء ومنتدى الشرق الأوسط الخضراء. نعم. هذا في اليوم الثاني للمؤتمر، وهذا في 11 و 12، أما كان يستطيع أن يعقدهم في نيوم في المدينة البيئية الجديدة كان، لكنه هذا عقدهم في شرم الشيخ جعل للمؤتمر زخما أصلا. الإمارات العربية توقع عقودهم بالمليارات، ويوقعون العقود ليس بالأحرف الأولى كما يوقع البعض وما إلى ذلك. لهم منا كل الشكر، إخوة عرب أشقاء سعوا في إنجاح المؤتمر سياسيا، اقتصاديا، بيئيا، عالميا، إقليميا وما إلى ذلك. هذه ملاحظة وددت أن أذكرها لحضراتكم. نعم. كمواطن مصري عربي أشير بالفضل للجميع وممتن لهذا الأمر. إذن القيادات التنفيذية على درجة عالية من الجد في الوصول إلى حلول على الأرض خرجت بهذه الاتفاقات التي أبرمت على الأراضي المصرية، وكانت مصر طرفا مشاركا فيها إلى نسب كبيرة جدا مع عدد من الدول كما ذكرت، سواء العربية أو سواء الدول الأجنبية. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المتابعة، الدكتور مدحت الصالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة.